نلعب ازاي بقى قدام السنغال في السنغال؟ هل احنا هنلعب بس بشكل دفاعي؟ هل احنا ما بنعرفش نهاجم؟ ده حقيقي يعني الجمل دي حقيقيه يعني؟ ولا بنعرف نهاجم؟ ولا بنهاجم كويس بس عندنا اخطاء؟ بنضغط كويس ولا ما بنضغطش كويس؟ نتعامل ازاي دفاعيا وهجوميا في مباراه العوده باذن الله؟ ده هيقوله لنا ضياء محمود ضياء دلوقتي وفاروق عصام، نتكلم معاهم اكتر عن هذه المواجهه الكبيره. طيب محمود، واحنا بنعرف نهاجم ولا بنعرفش؟ بنعرف نهاجم. خليني كده يا كريم اكلمك شويه عن منتخب مصر عمل امبارح. خلينا نبدا الاول باول حاجه المباراه اللي فاتت. اول حاجه حسينا امبارح والله من الضغط. اسلوب الضغط كان ماشي ازاي او مصر كانت بتعمل ايه؟ طبعا. في البدايه دايما كان منتخب مصر بيحاول ان هو يلعب دايما في رقابه واحد على واحد. نتكلم هنا ان كل لاعب من منتخب السنغال مع واحد من منتخب مصر. هندور دايما الحاجات دي بسرعه عشان اثبت لك بس انها متكرره. يلا. في اكتر من لقطه. هنا واحد بيضغط واحد بيامن من وراه، واحد هنا بيضغط واحد بيامن من وراه. كل ما تكرر هتلاقي دايما ان احنا بنحاول نعمل الاسلوب ده بالذات في الشوط الاولاني. هايل. في الشوط الثاني يمكن قللنا شويه ولكن استمرنا نعمله في اوقات حتى مع نقص اللياقه البدنيه. في الشوط الثاني الموضوع هنا اختلف. خلينا نقف هنا ثانيه. هنا الموضوع بقى مختلف. مصر رجعت اكتر لورا، بقينا بنلعب يعني ضغط متوسط دفاع متوسط اوقات كمان دفاع. طيب. متاخر. دي الصوره وخليها ثابته معانا. اشرحها لي بقى على البورد بنعمل معاها ازاي. هنا احنا بنتكلم ان منتخب مصر بيلعب 4، خلينا نعتبر ان الاصفر ده مصر. 4 5 واحد. بدل ما كنا في الاول بنلعب 4 3 3 بندافع 4 و5، حتى صلاح نفسه كان بيرجع مع تريزيجيه واحد. وقت ما الكره بتخرج مصطفى محمد كان دايما دوره ان هو يقفل زاويه التمرير على قلبين الدفاع. هنا نتكلم ان مصطفى موجود هنا ودول قلبين دفاع السنغال. كان دايما دور مصطفى ان هو يقفل زاويه الباص اللي بتخرج ما بينهم، واحنا بنحاول نفضل هنا بنفس الشكل ده كده. لحظه ما بتخرج الكره من قلبين دفاع السنغال كان دايما بيخرج يا اما عمرو السوليه يا اما محمد النني عشان يضغطوا على الراجل نمبل سمندي ده. حلو. اللي هو ضغط هنا عليه. تعالى جنب البورد شويه كده عشان الناس تشوف اللي انت عامله على البورد. تعالى. ظهر في الحاله دي كده عمرو السوليه ضاغط. لحظه ما بتخرج الكره من رجل نمبل سمندي لاي طرف من الطرفين عمرو السوليه بيسيب مكانه ويرجع تاني لنص ملعبنا. الكلام ده عمله عمرو السوليه، عمله محمد النني في اكتر من لقطه، ودي كانت اهم حاجه منتخب مصر لعب على الشوط الثاني. هايل. كان دايما الهدف ان احنا نوجه منتخب السنغال ان هو يلعب دايما على الاطراف. هايل. او بكره طويله. حلو. لو رحنا لرقابتنا بعد كده الفولدر الثاني على الاطراف هتلاقي ان احنا دايما كنا بنحاول نلعب زياده على هنا. منتخب السنغال بيحاول يدور الكره، مفيش اي مساحات موجوده، هيرجع المدافع. رحت الصوره اللي بعدها على طول هتلاقي مفيش حاجه بيعملها، لسه بيلف يدور الكره ثاني زي ما هي. يلعب بعد كده بقى، خلينا ندخل على فولدر اللي موجود الحاجات اللي على الاطراف. شوف منتخب مصر ازاي كان بيلعب في الحاله دي. دايما يا كريم كان منتخب مصر عايز يفضل موجود في زياده عدديه. هنا الكره اول ما تلعب الكره الطويله لساليو سيس هتلاقي عمر جابر راح عليه، انني راجع يغطي من ورا وراهم ياسر ابراهيم. عشان في اللحظه اللي بيترقص فيها عمر جابر لو رحنا بعد كده هتلاقي انني بيغطي وراه، هتلاقي ياسر ابراهيم بيغطي وراه عشان يخرج الكره. دايما في كل موقف لمنتخب مصر كان في زياده عدديه واضحه على الاطراف عشان ما يدوش اي مساحه ان هو يعمل حاجه. انا دايما ما بحطوش واحد على واحد، لان اي واحد على واحد دايما انا فرصتي اقل. وظهر في اكتر من لقطه، بل ان ماني عدى كمان في لقطه واتنين من اتنين واحد على اتنين. فدي كان دايما حاجه احنا مش سامحين انها تبقى موجوده. هاي. ما طبقناهاش بامتياز 90 دقيقه، لان لو طبقناها بامتياز ما كانش زمان حاطين ايدينا على قلبنا واحنا بنتفرج. طبعا عدنا ماني مره واتنين، وده في رايي مش شيء غلط، ده شيء منطقي، لان احنا بنلعب في النهايه منتخب السنغال. لا وساديو ماني يعني برضو انا بكررها كتير، ما هو ساديو ماني هيعدي يا جماعه، يعني كده كده هو بيعدي في الدوري الانجليزي مع اعظم مدافعين في العالم، وبيعدي في دوري ابطال اوروبا مع اعظم مدافعين في العالم، فهيعدي في واحده. دي بالزبط. امكانيات لاعب، مش الا من امكانيات نهائيه، بس هو امكانيات لاعب هيعدي من اي مدافع. سواء انت اتكلمت على عمر جابر او على اكرم توفيق ربنا يشفيه او على امام عاشور، اي لاعب هنا كان طبيعي ان ساديو ماني يعدي منه. صح. امام عاشور في الماتش الفاينل رغم ان هو لعب شوط ثاني عظيم، الشوط الاول ترقص في اكتر من مناسبه، ودي كانت مشكله متكرره كيروش حاول ان هو يلاقي لها حل من بدري. هايل. لحظه ما كان اللاعب ده بيسيب مكانه لو هم بيبداوا يتحركوا عشان يبعدوا عن اماكنهم، كان دايما اللاعب اللي بيتحرك لو هم هنا منتخب السنغال بيهاجم منتخب مصر مثلا بالمثلث ده، فاحنا دايما الباك مع واحد هنا، لاعب الوسط هنا مع واحد، وبيرجع لاعب الوسط الثاني او قلب الدفاع يكونوا ضامنين بالشكل ده، بحيث ان احنا نبقى 4 على 3 او 3 على 2 3 على 3 بحد اقصى. هايل. لحظه ما الراجل ده بيتحرك عشان يوصل هنا بيجري وراه، وصل للمرحله دي ما بيكملش وراه، بيسيبه يرجع ويبدا يستلم واحد ثاني وهكذا. هايل. وده كان اكتر حاجه متكرره لمنتخب مصر في الحاله الدفاعيه. طيب هرجع لك برده في الحته الهجوميه دي.